وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي إبراهيم النهام. مساء الخير سيد إبراهيم. ويعني لو لا شك مملكة البحرين وسلطنة عمان تجمعهما علاقات تاريخية منذ عقود، يعني كيف ترى التوافق في الرؤى بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة تلك التي تنضوي تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي؟ أسعد الله مساءك يا أخي العزيز بكل خير، وأشكركم على هذه المكالمة وعلى هذه الدعوة الكريمة. طبعا في واقع الأمر أن يعني النهضة المباركة التي تشهدها الآن سلطنة عمان الشقيقة هي على كافة المستويات الصعيدة، وينظر لها اليوم عالميا بكل تقدير وإكبار. فالدولة العمانية أخي الفاضل وبسواعد أبنائها نجحت بأن تكون ناهضة ومتطورة ومسايرة لأعظم التجارب العالمية. لا سيما النموذج السويدي نفسه، وهذا اليوم حديث المحللين وحديث القراء والمتابعين، حتى نشطاء السوشيال ميديا العالميين الذي يقومون بجولات في الدول المنطقة ويكتبون ويغردون. يعني لصالما تحدثوا عن مسيرة العمران والنهضة الشاملة التي يتشهدها عمان. عمان يعني دولة مميزة بأنها تعمل بصمت، دولة لا تتحدث. اليوم مطار عمان، مطار مسقط عفوا، يعتبر يعني نموذج في المطارات الحديثة على مستوى العالم وليس على مستوى الشرق الأوسط. سلطان قابوس بن سعيد نجح في أن يعني يدفع ببلادي لأن تكون بمصاف الدول الزاهرة والمتقدمة على كافة المستويات. أضف إلى ذلك أخي الفاضل أن عمان اليوم هي من الدول الصانعة والمؤثرة في القرار السياسي العربي، يعني بالرغم من الهدوء الخارجي الذي تتسم به السلطنة، لكنها لطالما كانت عامل يعني تهدئة وإصلاح ولم الأشقاء. إلى جانب ذلك أخي العزيز، يعني الشعب العماني لديه اليوم اطمئنان كبير من السياسات الاقتصادية العمانية. نعم. السياسات الاقتصادية العمانية اليوم تمثل نسخة متطورة من التجربة السويدية، وهناك يعني ثقة كبيرة بسياسات الدولة لأنها منجزة وبوضوح. البنية التحتية العمانية أخي الكريم اليوم كما ذكر المحلل السياسي الاقتصادي البحريني أكبر جعفري، والذي جاء للتو من عمان، كان حاضر في أحد المؤتمرات أنا التقيت به وجلست به وتحدثت معه. نعم. يقول الأخ أكبر جعفري بأن البنية التحتية العمانية اليوم كافية للاستخدام لمدة 500 سنة قادمة. الموجود حاليا يصنفه يعني الاقتصاديون بالعظيم. نعم. من كل الجوانب، لأن هناك نظرة مستقبلية طويلة الأمد في الدولة العمانية. فعمان دولة نظام ودولة قانون، وهي ميزة تحتسب في هذه الدولة. الدولة العمانية أخي الكريم توظف الجانب الأكبر من مدخول الدولة القومي في بناء البنية التحتية. يعني عمان هذه ميزة تحتسب لها، هناك عمران ونهضة مستمرة يعني على مدى 40 سنة الماضية، وبالذات على صعيد البنى التحتية، شوارع، مطارات، مصانع، مراكز خدمية ولوجستية. كما أن اليوم عمان أخي الكريم تتجه بقوة يعني لتصنيع المواد والأدوات الاستهلاكية. نعم. توطين تصنيع المواد الغذائية، قطع الغيار المختلفة، والتركيز الثاقب على قطاع الاتصال. فعلى ذكر هذا الأمر، قطاع الاتصال، شركة عمان تيل تصنف اليوم من أكبر شركات الاتصال في الشرق الأوسط، وهي على وشك يعني على وشك أن تأخذ خطوة أخرى لتحويل الأدوات التشغيلية لديها لأن تكون ذكية جدا. نعم. الخلاصة القول يا أخي العزيز أن عمان، ما يميز سلطنة عمان اليوم أنها دولة تبني بصمت. نعم. دولة سيد تتحدث، وهذه ميزة تحتسب لها. نعم سيد إبراهيم، وصلت الفكرة، وعذرا لضيق الوقت الصحفي إبراهيم النهام، شكرا جزيلا لك.